في كلية دراسات تكنولوجية. طبعاً يشرفنا اليوم ويسعدنا وجودكم معنا هنا في الكلية في مبنى 21 الطالبات لشرح كل ما هو يتعلق في مسابقة الهاكاثون للطلبة، وهي الشريحة الأساسية لبناء المجتمع. طبعاً البوث كان من أروع ما يمكن، والقائمين على هذا العمل وزارة النفط وشركة شمبرغن قدموا كل التفاصيل اللي يحتاجها الطالب لمعرفة المسابقة والجائزة اللي هي مفيدة جداً لهم، تنمي مهاراتهم وتنمي قدراتهم وتوسع آفاق التفكير لهذه الطلبة اللي هم يعتبرون عدة المجتمع الكويتي. وشكرا لكم ونتمنى التوفيق في هذه الدائرة. الرحمن الرحيم، معاكم الطالب محمد فهد العتيبي من قسم هندسة.